مشاهدي اليوم السابع، اهلا بحضراتكم. كواليس اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله. حقيقة في حالة من الارتباك الشديد داخل جماعة حزب الله بسبب الأزمة الاستخباراتية التي يمر بها الحزب خلال الفترة الماضية والحالية. الموضوع بدأ باغتيال فؤاد شكر القائد الكبير في حزب الله في 30 يوليو 2024، بعد كده استهداف إسرائيلي لإبراهيم عقيل قائد وحدة النخبة في حزب الله في 20 سبتمبر 2024، بعد كده سمعنا عن استهداف إبراهيم قبيسي أحد القيادات الكبيرة في الحزب يوم 25 سبتمبر 2024. كل أسبوع الماضي نجد اختراق إسرائيلي لأجهزة الاتصالات داخل الحزب وتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تفجير أجهزة الاتصال عن بعد والمعروفة بالبجر، مما أدى إلى مقتل 37 وإصابة حوالي 3000 سواء من المدنيين أو بعض المنتسبين لحزب الله، ثم بعد كده اغتيال عدد من قادة الحزب. ونأتي اليوم إلى اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو الحقيقة حدث كبير سبب حالة من التوتر في الشرق الأوسط. خبير بالجامعة الأمريكية في بيروت قال إن الحزب تعرض لاختراق كبير. الخبير أكد إن المسألة ليست مجرد اختراق من قبل إسرائيل، بل هي مسألة تغلغل عميق داخل تحركات قادة حزب الله. خبير أكد كمان إن حزب الله يواجه أكبر تحدي في تاريخه. دقة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية خلت إسرائيل تستهدف مقر القيادة العليا لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية ببيروت بقنابل ضد التحصينات. إسرائيل استخدمت حوالي طن من المتفجرات الخارقة للتحصينات لاغتيال حسن نصر الله. مسؤول إسرائيلي كشف إن 80 قنبلة ألقيت على مكانه لضمان تصفيته واغتياله. نيجي مع حضراتكم للخطة الإسرائيلية اللي كشفتها صحيفة التلغراف البريطانية، واللي بتقول إن نتنياهو استخدمها لخداع حسن نصر الله واستهدافه واغتياله. صحيفة التلغراف البريطانية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إسرائيل إلى نيويورك كجزء من خطة خداع لقادة حزب الله وعلى رأسهم حسن نصر الله، وإيهامه بإنه في أمان من أي قصف إسرائيلي، وده لأن اغتيال قائد كبير يتطلب أن المسؤولين في الحكومة المعادية يكونوا على استعداد تام قبل أو بعد عملية الاغتيال، وده تحسباً لأي رد. الصحيفة البريطانية كشفت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة في الدورة 79 للجمعية العامة كان جزءاً من خطة توصف بأنها تحويلية. طب يعني إيه خطة تحويلية؟ الصحيفة بتقول إن إسرائيل جعلت حسن نصر الله يعتقد إن إسرائيل لن تتخذ أي إجراء ضده أو أي قصف ضده مع خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البلاد، وده لأن بالطبع لما يكون القائم على الأمر هو رئيس الحكومة الإسرائيلية خارج البلاد مش هيتم إصدار أي أمر زي ده، لأنه أمر كبير ومحتاج اجتماعات ومشاورات بين القادة الأمنيين في إسرائيل، خاصة إن ممكن يكون في رد مؤلم من حزب الله لو ما نجحتش عملية الاغتيال، وبالتالي وجود نتنياهو في نيويورك أعطى أمان لقادة حزب الله بالاجتماع في هذا التوقيت، وكأنهم استبعدوا أن يتم الاستهداف في هذا التوقيت وهو توقيت وجود نتنياهو خارج إسرائيل. مسؤول إسرائيلي كشف للصحيفة أنه من المعتقد أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان يشاهد خطاب نتنياهو مع عدد من قادة الحزب، ثم تعرض لهجوم إسرائيلي مفاجئ أدى إلى اغتياله. مسؤول أكد أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا قبل إلقاء كلمته في الأمم المتحدة ليعطي الموافقة النهائية على تنفيذ العملية، ودي هي الخطة التحويلية اللي الصحيفة بتقول عليها، وهي إعطاء الأمان ثم المباغتة بهجوم غير متوقع. صحيفة وول ستريت جورنال أكدت أنه قبل عام عانت إسرائيل من أسوأ فشل استخباراتي لها في تاريخ وجودها على الإطلاق، وده عندما شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل. ونيجي هنا مع حضراتكم لسؤال مهم طرحته الصحيفة، واللي أكيد حضراتكم كلكم بتطرحوه أيضا: لماذا فشلت إسرائيل في صد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، وإزاي دلوقتي بتحقق نجاح كبير في استهداف قيادات حزب الله؟ باحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب قال لول ستريت جورنال إن فشل صد هجوم 7 أكتوبر من حماس كان بسبب إن معظم تركيز أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كان على الاستعداد لمواجهة مع حزب الله. يعني إسرائيل كانت بتركز على مواجهة مع حزب الله قبل أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي ما كانتش مركزة قوي مع حماس.
الباحث أكد للصحيفة أن نجاح إسرائيل ضد حزب الله مقارنة بفشلها أمام حماس يوم 7 أكتوبر يأتي لأن أجهزة الاستخبارات في إسرائيل تهتم بالهجوم عن الدفاع. يعني الباحث قال أن عقيدة الأمن الإسرائيلية هو نقل الحرب إلى العدو، ولكن مع قطاع غزة كان الأمر مختلف تماما. عنصر المفاجأة تسبب في حالة من الذعر والخوف لدى الإسرائيليين. وول ستريت جورنال قالت كمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر تبنى في غزة استراتيجية احتواء حماس في السنوات الأخيرة. والصحيفة قالت أن نتنياهو كان يرى أن الجماعة الفلسطينية تركز على حكم غزة وليست مهتمة بحرب مع إسرائيل، ودي وجهة نظر نتنياهو ساعتها. لكن قبل هجمات 7 أكتوبر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وصلت لها معلومة أن في تدريبات بتقوم بها عناصر حماس، ولكن إسرائيل وأجهزة الاستخبارات قللت من أهمية تلك التدريبات، وإسرائيل اعتبرتها أنها مجرد استعراضات. الصحيفة بتقول أن الجيش الإسرائيلي كان عنده ثقة كبيرة في قوة الجدار التكنولوجي اللي أنشأته إسرائيل لفصل غزة عن إسرائيل. مسؤول استخبارات إسرائيلي سابق قال لول ستريت جورنال أن جمع المعلومات من مصادر بشرية لتحذر إسرائيل من وقوع هجوم 7 أكتوبر كان صعب للغاية في قطاع غزة. المسؤول الإسرائيلي أكد أن القدرة على خلق معلومات استخباراتية بشرية في غزة وهي منطقة كثيفة وصغيرة للغاية وصعب غاية أنك تحصل فيها على معلومة. الخبير بيقول أن كل أهل غزة عارفين بعضهم البعض وأن أي شخص غريب هيعرفوا الجميع بسهولة. الخبير الإسرائيلي أكد كمان أن الوصول إلى الأشخاص في لبنان أو خارج لبنان المرتبطين خاصة بحزب الله أسهل بكتير جدا من قطاع غزة، وده الحقيقة اللي بيحصل دلوقتي. إسرائيل لم تستطيع حتى الآن تحرير باقي الرهائن في قطاع غزة نظرا لضعف أجهزة الاستخبارات في غزة، أما في لبنان إسرائيل استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة نظرا لنشاط الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في لبنان واللي انتهت باغتيال حسن نصر الله. وقبل ما أختم حابب أقول لحضراتكم أن إسرائيل لم تستطع حتى الآن ورغم ما تدعيه من تقدم علمي ومعرفي ومن ديمقراطية مزعومة أن تفهم أن الأجساد تموت، ولكن المقاومة فكرة والأفكار لا تموت. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. كان معكم محمد جمال، وإلى اللقاء.